وسنة آية. فإذا فرغ المصنف من بيان سنن الفاتحة ثم بعده يسن له آية فأكثر ولولا ثلاث بعدها، إما آية أو سورة هكذا سيأتي. السورة الكاملة هو الأفضل كما سيأتي. فإذا على الأقل آية سنة آية، هذا هو القدر الأدنى. آية فأكثر يعني آيتان أو ثلاثة هكذا. والأولى ثلاث، واللولى ثلاث بالنسبة إلى ما هو أقل منه، يعني ليس آية واحد، ليست آية واحدة والآيتان والثلاث سواء، بل الثلاث أفضل من آيتين أو آية واحدة. أما لو أكثر، لو زاد على الثلاث فهو أفضل، يعني هو قرأ عشر آيات، لا نقول أن الثلاث أفضل من العشرة، بل هذا أفضلية الثلاث بالنسبة إلى ما أقل منها. نعم. بعدها، متى هذه الآية سنية الآية؟ بعدها يعني بعد الفاتحة، بعد الفاتحة وبعد سائر آدابها. نعم. ثم وهذا لا يسن لجميع الناس في غير صلاة فاقد الطهورين الجنبي أو نحوه لحرمته عليه. نعم، لحرمتها عليه. وصلاة الجنازة لكراهتها فيه. فإذا بعد الفاتحة لا تسن سورة في صلاة الجنازة وهي مكروهة. وكذلك رجل أجنب أو امرأة حالت وانقطع دمها ثم ما وجدت يعني الماء والتراب، فإذا هذا فاقد الطهورين، يجب عليه الصلاة. في هذه الصلاة هو يقرأ الفاتحة فقط، يعني يؤدي قدر الواجب فقط، لأن القراءة عليهما حرام. نعم. ويسن لمن قرأ من أثناء سورة البسملة، نص عليه الشافعي رضي الله عنه، يعني لو قرأ في أثناء سورة هل يسن له البسملة؟ نعم، البسملة مسنونة. نعم، لو قرأ في بداية من بداية سورة أو أثناء سورة، فهذا في غير سورة البراءة. في سورة البراءة يكره البسملة في أثنائها عند ابن حجر رحمه الله، يحرم في أولها عند الإمام ابن حجر والرملي جميعا. أما عند الرملي في أثناء البراءة تسن البسملة، هكذا خلاف بينهما في أثناء سورة البراءة. ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين وبإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرها. فإذا هذا الرجل يعني قرأ آية واحدة في الركعتين أو قرأ سورة واحدة في الركعتين، هل يسن له أصل السنة؟ نعم، يحصل له على أصل السنة. نعم. وكذلك يحصل له أصل السنة بإعادة الفاتحة، لو أعاد الفاتحة يسن له، لكن هذا بإعادة الفاتحة متى يسن له؟ متى يحصل السنة له؟ إن لم يحصل غيرها، يحفظ غيرها، يعني رجل وهو يحفظ الفاتحة فقط لا يحفظ غيرها، ماذا يفعل؟ وهو يقرأ الفاتحة ثم بعده يعني يكرر نفس الفاتحة. نعم. ثم فإذا يحصل أصل السنة هذا بإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرها. فإذا لو كان يحفظ غيرها لا يسن له أصل السنة. وكذلك وبقراءة البسملة لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة. وكذلك يعني بعد قراءة الفاتحة هو قرأ البسملة،
هل يحصل له هذه سنة سنة قراءة آية بعد الفاتحة؟ نعم يحصل له أصل السنة، لكن ينبغي ألا يقصد بها أن هذه البسملة هي التي تكون في أول سورة الفاتحة، فلا يحصل، بل بدون هذا القصد، يعني هو أطلق وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم اكتفى بها وركع، يحصل له أصل سنة قراءة آية. نعم. ثم وهكذا آية سنة، ثم الأولى ثلاث، ثم يقول وسورة كاملة حيث لم يرد البعض كما في التراويح أفضل من بعض طويلة وإن طالا. هذا سورة كاملة أفضل من ثلاث نيلة، حيث لم يرد البعض، ففي بعض الصلوات وردت آية أو ورد بعض، يعني تقطيع السورة، تقطيع السورة ثم قراءة بعضها هكذا ورد، مثلا على سبيل المثال صلاة التراويح، وهذا صلاة التراويح يشرع فيه، يطلب فيه ختم القرآن بثلاثين يوم على الأقل، فإذا لو زاد الختم مثلا بعشرة أيام ختم، ثم بعشرة أيام ختم ختمة ثانية، هذا يزيد الفضل. نعم. فإذا هذا الختم مشروع، كيف يمكن هذا الختم؟ يعني بالتقطيع، بدون تقطيع أيضا يمكن، لكن ثبت يعني مما فعلت الصحابة رضي الله عنهم هذا التقطيع، لذلك فهكذا مشروع. فإذا ليس هناك سورة تامة أو كاملة أفضلها. وكذلك ورد في ركعتي الوضوء آيتان كما سبق، في الركعة الأولى ولو أنهم إلا لموا أنفسهم جاءوك، هكذا آية، ثم في السورة الثانية في الركعة الثانية أيضا آية أخرى كما سبق في باب الوضوء. كذلك في ركعتي الفجر، يعني الرواتب لصلاة الصبح، في الركعتين أيضا ورد آيتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنسبة إلى هذه الآية ليست السورة أفضل، السورة الكاملة ليست أفضل، بل باعتبار أن هذه الآية واردة من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من السورة الكاملة. نعم. وهذا الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اتباع، الاتباع له فضل عظيم، لذلك وهو أفضل، أفضل من بعض طويلة وإن طالا. ثم هناك خلاف بين يعني المصنف، بين ابن حجر رحمه الله وبين بعض المتأخرين من السادة الشافعية، لو طال هذا البعض، يعني بعض سورة طويلة لو كان طويلا وأزيد باعتبار الحروف من سورة كاملة، ما هو الأفضل؟ هل السورة الكاملة أفضل باعتبار أو يعني هذا البعض الطويل أفضل؟ عند الإمام ابن حجر هذا السورة الكاملة أفضل، ليس الطويل أفضل. مثلا هذا رجل يقرأ سورة الإخلاص، هذا سورة كاملة، بدل ذلك لو قرأ 20 آية من سورة طويلة، من بداية سورة البقرة قرأ 20 آية، ما هو الأفضل؟ هذا سورة الإخلاص أفضل، ليس تلك العشرين أفضل، هكذا عند الإمام ابن حجر رحمه الله. فإذا عند بعض العلماء وهذا البعض الطويل هو أفضل بالنظر إلى زيادة الحروف، وكذلك بالنظر إلى زيادة اشتغاله بقراءة القرآن، هكذا اعتبارات. أما اعتبار الإمام ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة، يعني الطويل ليس أفضل، لماذا؟ لما فيه من الاتباع الذي قد يزيد ثوابه على ثواب زيادة الحروف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة كاملة كاملة، عادة في صلاته هو يقرأ سورة كاملة كاملة، فإذا في قراءة السورة الكاملة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا
ثواب الاتباع وفضله يزيد على ثواب وفضل زيادة الحروف وكذلك هو علل بعلة ثانية أيضا والاشتمال الصورة على مبدأ ومقطع ظاهرين بخلاف البعض يعني حينما يقرأ سورة كاملة هناك يكون بداية ظاهرة ونهاية ظاهرة أما في بعض السورة لا يكون هذان الأمران هو يعني يبدأ من حيث شاء وكذلك هو ينتهي مما شاء ممكن يكون هذا الابتداء وهذا الانتهاء في آية لها تعلق بما قبلها أو بما بعدها والأئمة قالوا من آداب القراءة ألا يوقف يعني يوقف في حزبه في حزبه يعني رجل يقرأ يعني ختم كل يوم يقرأ جزءا 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 هكذا فإذا في حزبه ألا ينتهي بآية لها تعلق بما بعدها بل أين ينتهي ينتهي من آية ليس لها تعلق بما بعدها هكذا فإذا لو كانت الجملة التي في الآية التالية معطوفة على الآية السابقة هناك لا ينتهي من حزبه بل هو يختتم وهذه الآيات المعطوفات وكذلك ممكن يكون هناك وصف الجنة أو وصف النار أو يعني قصة نبي أو قصة أصحاب الكهف فإذا يفرغ من قصته ثم يوقفه لا يوقف أثناءه فإذا ممكن وهذا الرجل حينما يقرأ بعض طويلة لا يكون هناك هكذا مبدأ ومقطع ظاهرين هكذا يأتي خلل لأجل ذلك رجح الإمام ابن حجر رحمه الله أن السورة الكاملة أفضل نعم ثم ويكره تركها رعاية لموجبها يكره ترك السورة ترك السورة يعني ترك الآية تماما هو اكتفى بسورة الفاتحة ثم لم يقرأ شيئا من الآيات والسورة رعاية لموجبها يعني خلافا لمن أوجبها من أوجبها يعني الواجب عند الإمام أحمد رحمه الله نعم رعاية لموجبها هكذا لمن أوجبها نعم هذا ليس في المعنى خلافا لكن هذا نسخة صحيحة ممكن هذا نسخة صحيحة لا بأس رعاية لمن أوجبها ثم في نسختها هكذا لموجبها نعم كلاهما واحد ثم فإذا هذا من أوجب أحمد بن حنبل هو الذي أوجب عنده هذا واجب ليس عند أحمد بن حنبل فقط بل عند الحنفية أيضا هذا من واجبات الصلاة قراءة السورة من واجبات الصلاة عنده ثم هذا نقل الوجوب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا من الصحابة كتبه سليمان الكردي في حاشيته على باب الله على شرح باب الله ثم وخرج ببعدها ما لو قدمها عليها يعني هذه قراءة السورة متى بعد الفاتحة فإذا لو قرأها قبل الفاتحة فلا تحسب بل يكره ذلك هذا نقل هذه السورة هكذا يكون يعني القراءة نقل ذكر أو قراءة أو تشهد هكذا إلى غير موضعه مكروه من جملته هذا بل يكره ذلك وينبغي ألا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيه لحنا يغير المعنى سبقا بينا مسألة فاقد الطهورين هو لا يقرأ غير الفاتحة كذلك فهذا الرجل الذي يلحن لحنا يغير المعنى عنده تغيير المعنى هكذا هو يلحن لو قرأ غير الفاتحة فإذا
وهو لا يقرأ غير الفاتحة. وإن عجز عن التعلم ممكن هذا الرجل يكون معذورا بسبب عجزه عن التعلم، يعني هو لم يقصر في التعلم بل هو عاجز، هو لا يقرأ غير الفاتحة. لماذا؟ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة. فإذا هذا الرجل لو كان يلحن في الفاتحة فهناك ضرورة، لأن الفاتحة واجبة، أما بالنسبة لسورة ليست ضرورة، لذلك لا يقرأ. يعني كما ذكرنا في مسألة فاقد الطهورين، وهما يقرأان الفاتحة لأجل الضرورة، مع أن القراءة عليهما بدون ضرورة حرام، كذلك هنا أيضا. وهذا الرجل الذي يلحن لحنا يغير المعنى، ماذا يفعل؟ هو يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة، هذا مبطل للصلاة. إذن لو قرأ تبطل الصلاة. ثم وترك السورة جائز، ترك السورة جائز، وهذا قراءة حرام، ماذا يفعل؟ فإذن وهو يترك السورة، وترك السورة جائز، هذا حال من الجملة السابقة، لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة، والحال أن ترك السورة جائز، فإذا هو يترك السورة على طريق الجواز ولا يرتكب هذا المحذور المبطل. ومقتضى كلام الإمام الحرمة ثم وتسن، يعني مقتضى كلام الإمام الحرمة معناه حرمة قراءة هذا الرجل اللاحن لحنا يغير المعنى، وهذه القراءة حرام كما يقتضيه كلام إمام الحرمين رحمه الله. ثم وتسن في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة يقرأ سورة، هكذا قال، ظاهره أنه يقرأ في أربع ركعات، ليس كذلك، لذلك قال بين الموضع في أي ركعة يسن، في الركعة الأوليين فقط من رباعية أو ثلاثية، ولا تسن بالأخيرتين إلا لمسبوق بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه فيقرأها في باقي صلاته. يعني في الركعة الثالثة والرابعة يسن قراءة آية أو سورة لمن؟ لمأموم مسبوق، مأموم مسبوق. ما معنى المسبوق هنا؟ يبين معنى المسبوق هنا، ليس معنى المسبوق هنا مسبوقا في باب الجماعة، في باب الجماعة ما معنى المسبوق آخر، لذلك هو صور معنى المسبوق بقوله بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه، هذا الرجل لم يدرك الركعتين الأوليين تماما، يعني هو شارك في الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة، فإذن وهو يركع يعني بعد الركعة الثانية الثالثة أو الثالثة والرابعة جميعا يقرأ، فيقرأها في باقي صلاته. نعم، إذا تداركه، متى يقرأ في باقي صلاته؟ حينما يتدارك الباقية، هذا ليس للقيد بل هذا لبيان الواقع. لماذا؟ لأن المسبوق يتدارك باقي صلاته يقينا. ثم ولم يكن قرأها فيما أدركه، ممكن وهذا الرجل اقتدى بإمامه في الركعة الثالثة وكان الإمام بطيء القراءة وهذا كان مسرعا للقراءة، فإذا تمكن بعد قراءة الفاتحة أن يقرأ السورة وهكذا قرأ، فإذا لا يشرع له أن يقرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة. هذا الذي قال إذا ولم يكن قرأها، هذا الرجل المسبوق الذي لم يدرك الأوليين مع إمامه، لم يكن قرأها، لم يكن قرأ سورة فيما أدركه، يعني فيما أدركه مع إمامه من الركعات، الركعة الأولى والثانية، ثم ما لم تسقط عنه، كذلك هذا الرجل في بعض الأحيان يسقط عنه القراءة. كيف يسقط عنه القراءة؟ لكونه مسبوقا فيما أدركه،
فهذا الرجل كان مسبوقا في الركعة التي أدركها مع إمامه. وهذا المسبوق يعني المسبوق في باب الجماعة، هنا ذكر مسبوقا وسبق إلا لمسبوق، ذكرنا ذكر المصنف معنى المسبوق هناك. وهذا مسبوق معناه مسبوق من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة، هذا معنى المسبوق في باب الجماعة له أحكام. فإذا من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة، فإذا لكونه مسبوقا فيما أدركه تسقط عنه قراءة الآية. فإذا لماذا؟ لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى، يعني هذا الرجل الذي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة مع إمامه أو من قيام إمامه يتحمل عنه إمامه قراءة الفاتحة، فإذن يتحمل عنه السورة بطريق الأولى، فإذن لا يسقط أيضا، لا يعني لا يقرأ أيضا، لا يسقط لا يقرأ أيضا. فإذن لهذا المسبوق يشرع أن يقرأ السورة في الثالثة والرابعة لكن بهذه القيود. نعم، فالسورة الأولى، ويسن أن يطول قراءة الأولى. فهذا بعض السنن بالنسبة إلى قراءة السورة، كيف يقرأ يطول قراءة الركعة الأولى على الثانية، وكيف يكون أطول والثاني أقصر. الأئمة تبين يعني بأن يكون قراءة الثانية بمقدار نصف قراءة الأولى، وهذا للاتباع أيضا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الثانية بنصف ما قرأ في الأولى، هكذا ينبغي أن يكون طويلا قصيرا. ثم وهذا يكون مسنونا متى ما لم يرد نص بتطويل الثانية، لو ورد نص بتطويل الثانية هو يتبع فيه يعني لا يعكس. مثلا هذا سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى سورة الغاشية، والغاشية أطول من الأعلى، لتاك حديث الغاشية، هذا سورة الغاشية أطول، مع أنها أطول ورد قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتهما في عشاء يوم الجمعة، وكذلك في صلاة الجمعة، وكذلك يعني يقرأهما في صبح الجمعة لو لم يقرأ السجدة والإنسان. نعم كما سيأتي. فإذا هنا يكون الثانية أطول فلا بأس لأنه وارد. نعم لو لم يكن هكذا وارد يقرأ في الأولى سورة أطول، ثم وأن يقرأ على ترتيب المصحف وعلى التوالي، بينت الترتيب لا يلزم التوالي، توالي شيء ترتيب شيء آخر، ما لم تكن التي تليها أطول. فإذا في سورة في الركعة الأولى هو قرأ سورة الإخلاص مثلا، أو يعني في الركعة الأولى هو قرأ سورة التين والتين والزيتون، والتي بعده سورة أطول، يعني بعد الإخلاص هذا سورة الفلق هو أطول من الإخلاص، وكذلك بعد سورة التين سورة اقرأ. نعم فإذا هو أطول، وهكذا يكون في بعض الأحيان أطول. فإذا ماذا يفعل هناك؟ لا يراعى التوالي، لا يراعى التوالي، لا يسن مراعاة التوالي، بل هناك يعتبر الأقصرية، يعني وهو يختار سورة قصيرة بالنسبة إلى ما قرأها في الركعة الأولى، إما هكذا أو يعني يقرأ مما تليها قادرا أقل من السورة الأولى، هكذا قال.
الأئمة تبين هكذا. وهذا الرجل ماذا يقرأ يعني بعد الإخلاص؟ هل يقرأ في سورة في الركعة الثانية سورة الفلق، أو يعني يختار سورة أقل منه بمقدار الحروف؟ العلماء قالوا الأحسن يعني ترتيب الموالاة إلى اعتبار الموالاة إلى، ومع اعتبار الموالاة ماذا يفعل؟ وهو لا يقرأ من سورة الفلق يعني أكثر من مقدار سورة الإخلاص، بل يقرأ من سورة الفلق مقدار وهو أقل من سورة الإخلاص هكذا. فإذن لو قرأ في الركعة الأولى والتين والزيتون، ثم بعده يقرأ بعده ماذا يقرأ؟ يعني يقرأ من سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق مقدارا هو أقل من مقدار سورة والتين والزيتون هكذا يقرأ، فهذا هو الأحسن. فإذن يفوته يعني كمال السورة فقط، لا يفوته التوالي ولا الترتيب، نعم هذا أحسن. ثم وهذا الذي يقول فيما بعد يعني مفصلا، ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى كان قرأ الإخلاص فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب أو الكوثر نظرا للترتيب تطويل الأولى؟ كل محتمل، والأقرب الأول يعني يقرأ الفلق، وهذا الذي ذكر المصنف يقرأ الفلق تماما. أنا فصلت تفصيل آخر، فهذا التفصيل نقله يعني علي شبرا الشرواني في حاشيته نقلا عن بعض الأئمة، قاله شيخنا في شرح المنهاج. وإنما تسن قراءة الآية لإمام ومنفرد وغير مأموم سمعا، ثم هذا قراءة سنية قراءة الإمام، قراءة السورة ليست مسنونة لكل مصلٍ، استثنينا مصلي صلاة الجنازة يكره له، كذلك مأموم سمع قراءة إمامه لا يسن له قراءة السورة. ثم فإذن لمن يسن؟ لإمام وكذلك لمنفرد، وغير مأموم سمع. فإذن المأموم لو لم يسمع قراءة الإمام في الجهرية يسن له أيضا، وهنا أيضا السماع يعتبر بما يميز الحروف يعني قراءة واضحة. فإذا لو سمع قراءة غير واضحة لا يميز بين الحروف وهو ما كأنه لم يسمع القراءة يسن له أيضا، لا لإمام ومنفرد وغير مأموم سمع قراءة إمامه في الجهرية فتكره له. فإذن لو كان المأموم يسمع قراءة الإمام سماعا واضحا قراءته السورة مكروهة، وقيل تحرم، ثم تحرم قراءته. أما مأموم لم يسمعها أو سمع صوتا لا يميز حروفه ماذا؟ فيقرأ سرا، هذا صلاة جهرية، المأموم لا يقرأ جهرا بل يقرأ سرا فقط، يعني كما يقرأ الفاتحة فاتحة يقرأ سرا كذلك يقرأ سورة أيضا سرا، لكن يسن له كما في أولي السرية تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه إن لن إدراكها قبل ركوعه. فإذن هذا الرجل هل يقرأ الفاتحة مع إمامه؟ لا يقرأ مع إمامه، بل هو ينتظر ثم يقرأ بعد قراءة الإمام، يسن له كما في أولي السرية. وهذا الذي يذكر المصنف في مسألة الصلاة الجهرية وكذلك مسألة الصلاة السرية، يعني رجل يصلي الظهر مأموما فإذن هو ينتظر قليلا حتى يفرغ الإمام من فاتحته ثم يقرأ المأموم الفاتحة، يعني كما يفعل في الجهرية هكذا يؤخر فاتحة من فاتحة إمامه متى؟ إن لن يدركها قبل ركوعه،
يلنا يعني الموموم يظن أنه يدرك الفاتحة قبل ركوع الإمام. لو لم يكن هذا اللن ماذا يفعل؟ وهو يقرأ مع الإمام، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، في كليهما حكم واحد، يعني يقرأ مع الإمام. ثم وحينئذ يشتغل بالدعاء إلى القراءة، ثم عندما يؤخر الفاتحة لأجل فراغ الإمام من فاتحته، الموموم ساكت يسكت. هل يشتغل في هذا السكوت بشيء؟ نعم يسكت. يشتغل بأي شيء؟ بالدعاء، هذا هو الأولى، بخلاف حال الإمام. بالنسبة إلى الإمام الأفضل له القراءة، أما هذا الموموم له الأفضل الدعاء. وقال المتولي وأقره ابن الرفاعة رحمهم الله يكره الشروع فيها قبله، يكره الشروع فيها يعني يكره الشروع في الفاتحة قبله، يعني قبل الإمام، والذي سبق مسألة تأخير الفاتحة. أما تقديم الفاتحة ماذا حكمه؟ يعني قبل شروع الإمام في فاتحته شرع المأموم في فاتحته، ماذا حكمه؟ هذا مكروه. ثم ولو في سرية أيضا، إذن ينبغي أن يكون قراءة المأموم متأخرة عن قراءة الإمام ولو في سرية، للخلاف بالاعتداد بها. لو قدم هكذا هل يعتد بها أو لا يعتد بها؟ فيه خلاف. باعتبار هذا الخلاف تقديم الشروع قبل الإمام مكروه حينئذ، حينئذ معناه لو شرع قبله، ولجريان قول بالبطلان إن فرغ منها قبله. ثم لو فرغ الموموم مما من فاتحته، متى فرغ؟ قبل شروع الإمام في فاتحته، الفراغ قبل الشروع، والذي سبق الشروع قبل الشروع فقط. الشروع قبل الشروع يعني شروع الموموم قبل شروع الإمام فقط، يعني ليس هناك فراغ، يعني قبل فراغ الموموم شرع الإمام، فهذه هي صورة سابقة. أما هذه الصورة يعني الموموم شرع في فاتحته وفرغ منها ولم يشرع الإمام في فاتحته بعد، وهذا يبطل به الصلاة، هكذا قال بعض الأئمة. لكن الراجح لا يبطل، فإذا باعتبار هذا الخلاف يكره. ثم فرع يسن لموموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول قبل الإمام أن يشتغل بدعاء فيهما أو قراءة بالأولى وهي أولى. ممكن هذا الموموم فرغ من الفاتحة والسورة قبل الإمام، يعني في الأولى والثانية، فإذا هو يقرأ سورة أخرى في الركعة الأولى والثانية. لو فرغ الإمام يعني هو أراد أن يقرأ سورة الإخلاص، هو قرأ سورة الإخلاص وفرغ منه، ثم لا ينتظر، هو يقرأ يعني سورة أخرى، هكذا يستغل. لماذا؟ لأن هذا محل قراءة السورة، لذلك إلى أن يدرك إلى أن يركع الإمام هو يقرأ هكذا. ثم أما في الركعة الثالثة والرابعة هذا لا يشرع قراءة السورة، فماذا يفعل بعد قراءة بعد فراغ المأموم من فاتحته؟ الإمام لم يفرغ بعده، ماذا يفعل؟ وهو يقرأ يعني يشتغل بقراءة، يعني لا يسكت، السكوت غير مشروع في الصلاة، وهو مكلف بالاشتغال بالذكر والقراءة كذا وكذا وكذا، لذلك هو يقرأ هناك السورة. أو يعني هو فرغ من التشهد الأول قبل الإمام، فإذا هل ينتظر جالسا؟ لا، بل يشتغل بدعاء فيهما، فيهما يعني عند الفراغ من السورة، فراغ من الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، هذا واحد. ثم عند الفراغ من التشهد الأول هذا يشتغل بدعاء وقراءة في الأولى،
يشتغل بقراءة في الأولى. فإذا حينما يفرغ من الفاتحة يشتغل بقراءة أو دعاء. أما لو فرغ من التشهد الأول قبل الإمام لا يشتغل بقراءة بل يشتغل بدعاء. فإذا هناك هل يشتغل بالصلاة؟ يعني بعد التشهد يكون الصلاة، الصلاة يعني الصلاة على العلي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، هو قرأه أيضا. ثم في الركعة الأولى الصلاة على العلي يعني لا يصلي على العلي. لماذا؟ لأن هذا ركن قولي على قول، ونقل ركن قولي على قول مبطل، مبطل على قول. نعم. فإذا جمع بين هذين القولين قالوا لا يصلي على الآلي أو الصلاة على الآلي ليست مشروعة في التشهد الأول. فإذا هذا الموموم الذي فرغ من التشهد الأول قبل الإمام هل يشتغل بالصلاة على الآلي؟ وبعض قال نعم يشتغل، يعني هو يستمر في هذه القراءة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هكذا يستمر في القراءة. ثم هذا الدعاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هكذا يعني يستمر. متى يعني يقوم أو يفرغ الإمام من التشهد الأول يوقف هناك يتابعه، إلى ذلك الوقت هو يشتغل بهذه القراءة ثم قراءة الدعاء. لكن هناك قيد بعض الأئمة، لو كان هذا الرجل جلوسه يعني موضع جلوسه للتشهد لا يقرأ يعني الصلاة على العال، هكذا فصل بعض الأئمة. يعني مثلا هذا الإمام في الركعة الرابعة، المأموم في الركعة الثانية، يعني المأموم هو مسبوق وفي الركعة الثانية جالس، وبالنسبة إلى الإمام هذه ركعة رابعة، لا شك أن الإمام لا يفرغ من تشهده وصلاته ودعائه بعده إلا بعد يعني فراغ المأموم. المأموم يفرغ أولا، فإذا ماذا يفعل؟ هو هناك لا يشتغل بالصلاة على العلي. لماذا؟ لو صلى على العلي وهذا لا يكون لمتابعة الإمام تماما، بل هذا يعني يعتبر هناك أمران، وهو يجلس لتشهده وكذلك يجلس متابعة لإمامه، متابعا لإمامه، هناك اعتباران. لذلك لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لا يكون هذا اتباعا خالصا. فإذا في غير هذا الموضع يستمر، هكذا فصل هو أحسن. نعم. ويسن للحاضر. ثم يبين المصنف يعني الصور المعينة الواردة في بعض الصلوات. نعم. وسن للحاضر في صلاة جمعة وعشائها سورة الجمعة والمنافقون أو سبح وهلتاك. نعم. يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة وكذلك سورة المنافقون، كذلك في عشاء يوم الجمعة أيضا. عشاء يوم الجمعة يعني هذا قبل نهار الجمعة، العشاء يعني الليلة تكون متقدمة هنا، فإذا العشاء يعني بعد في اعتبار عادة الناس، عادة الناس تكون هذا يعني ليلة عشاء يوم الخميس، الناس يعني في عادتهم يقولون هذا مغرب هي ليلة الخميس، كذلك عشاء ليلة الخميس، يعني عندهم ينتهي هذا يوم باندساف الليل، يعني قبل اندساف الليل يعتبرون هذا تابعا لليوم، ليس كذلك في الشرع. فإذا عشاء الجمعة يعني قبل صلاة الجمعة وفجرها.
هناك إما يقرأ سورة الجمعة والمنافقون أو يعني سورة تسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وهلتك على هلتك حديث الغاشية يعني سورة الأعلى وسورة الغاشية. وفي صبحها يسن في الصبح يوم الجمعة إذا اتسع الوقت ألف لام ميم تنزيل السجدة وهلتا هكذا هلتا على الإنسان حين من الدهر يعني سورة الإنسان ينزل يقرأ يعني سورة السجدة وسورة الإنسان لكن هذا الذي اتسع الوقت وهنا أيضا بدل يعني لو لم يتسع الوقت أو لو لم يريد هذه القراءة مثلا لا يريد قراءة هاتين سورتين فماذا يفعل؟ ابن هجر رحمه الله قال يقرأ سورتين أخريين أيا كان لكن معنى فإذا هذا في صبح الجمعة يقرأ ماذا يقرأ؟ يعني في صبح الجمعة يقرأ ألف لام ميم السجدة وهلتا على الإنسان حين يعني سورة الإنسان هذا قال لو كان يعني وقت لو اتسع الوقت لو لم يتسع الوقت أو يعني لم يريد قراءة هذين ماذا يفعل؟ قال الإمام ابن حجر رحمه الله يقرأ يعني سورتين أخريين أيا كان لكن بعض الفقهاء كما ذكر يعني الإمام قلوبي في حاشيته على شرح المحلي يقرأ هذا يعني سورة الأعلى وسورة الغاشية سبح اسم وأهل التعب لو لم يرد قراءة هاتين فيقرأ سورة الكافرون والإخلاص هكذا قالوا يعني رتب هكذا في صبح الجمعة ثم بعده وفي مغربها يعني وفي مغرب الجمعة وفي مغرب يوم الجمعة ماذا يقرأ يسن الكافرون والإخلاص ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر بالنسبة إلى المسافر وهذه السابقة ليست مسنونة يعني في هذه الصلوات في يوم الجمعة جمعة منافقون كذلك سبح اسم هلتاك وكذلك يعني ألف لام ميم السجدة وهلتا حين من الإنسان وكذلك وهذه غير مسنونة بالنسبة إلى المسافر يعني هذا المذكور يسن لغير المسافر أما المسافر ماذا يفعل وهو يقرأ في صبح الجمعة وفي غيرها يعني في جميع صلواتها ماذا يقرأ؟ يقرأ الكافرون والإخلاص لماذا تخفيفا عليه وكذلك قال ابن حجر رحمه الله الأفضل منه يعني سورة المعوذتين له هو يقرأ المعوذتين نعم وفي ركعتي الفجر والمغرب والطواف والتحية والاستخارة والإحرام يعني في هذه الصلوات كلها يقرأ الكافرون والإخلاص فإذا أكثر ما ورد في الصلوات هذان السورتان الكافرون والإخلاص لهاتين السورتين أهمية كبيرة بالنسبة إلى سائر السور ممكن لأجل ذلك ورد كثيرا هذا سورة الكافرون هو لنفي الألوهية عن غير الله تعالى يعني هذا إخلاص التوحيد من جانب النفي نفي الألوهية عن غير الله تعالى أما سورة الإخلاص هو لإثبات الألوهية لله تعالى يعني هذان معنى يعني يفيدهما كلمة الشهادة لا إله إلا الله وهذا يفيد هذين المعنيين وهذا أساس عقيدة هذا الدين فإذا هذا الأساس في هاتين السورتين جانب قسم في سورة وقسم في سورة أخرى ممكن لهذا ورد كثيرا فإذا هذا في مغرب الجمعة ثم في جميع صلاة المسافر
ثم في ركعتي الفجر في ركعتي الفجر يسن معهما سورتان أخريان يعني ألم نشرح وكذلك ألم ترى كيف كما سيأتي ثم وكذلك المغرب ركعتي المغرب ركعتي المغرب يعني ركعتان بعد المغرب ليس قبل المغرب ثم قبل المغرب أيضا ركعتان مسنونتان وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبتدرون السواري يعني لو أذن للمغرب ماذا يفعلون هم يبتدرون السواري سواري يعني عمود المسجد ثم يصلون ركعتين بسرعة النوم بعد ذلك يقيم للمغرب يصلون المغرب كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل المغرب ركعتين كذلك ركعتا الطواف ركعتا التحية ركعتا الطواف بعد الطواف تحية المسجد كذلك ركعتان للاستخارة ركعتا الإحرام ركعتا الإحرام يعني قبل الإحرام نعم للاتباع في الكل يعني في هذا الكل الاتباع نعم يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات كلها نعم هذه هاتين السورتين هل قلتم شيئا؟ ألو فرعون ولو ترك إحدى المعينين في الأولى أتى بهما في الثانية يعني ذكرنا هنا سورة الجمعة أو ألف لام ميم السجدة أو سورة سبح اسم ربك الأعلى أو الكافرون في الركعات الأولى رجل ترك هذه السورة في الركعات الأولى ماذا يفعل؟ وهو يقرأ هذه السورة والتي ذكرت معها في الركعة الثانية يعني في الركعة الثانية هو يقرأ سورتين لماذا؟ لئلا يفوت هذا الاتباع في الجملة معناه فاته في الركعة الأولى لكن لو قرأ هذه السورة مع ما هو مشروع في الثانية كأنه أتى بهاتين السورتين في الجملة كأنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة لأجل ذلك ثم أو قرأ في الأولى ما في الثانية يعني هو نسي وعكس في الركعة الأولى هو قرأ الإخلاص أو قرأ يعني سورة الإنسان وهكذا ماذا يفعل؟ قرأ فيها ما في الأولى فإذا يقرأ في الثانية ما هو مشروع في الركعة الأولى هكذا يعني للاتباع حسب الطاقة هكذا عللوا ولو شرع في غير السورة المعينة ولو سهوا ممكن رجل شرع في غير السورة المعينة يعني لم يشرع في السورة المعينة بل في غير السورة المعينة شرع ولو سهوا ماذا يفعل قطعها وقرأ المعينة ندبا يعني يقطع هذه السورة ويقرأ المعينة ندبا ثم حينما يقطع في أثناء السورة كيف يقطع قالوا ينبغي ألا يكون في أثناء الكلام مرتبط أثناء كلام مرتبط فيما يظهر هكذا قال البصري نقله عنه الشرواني فإذا حينما يقطع ينظر أين يقطع لا يقطع بكلام له تعلق وارتباط بما بعده بل بعد فراغه من هذا الكلام يقطع هكذا وقرأ المعينة ندبا وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان أفضل من بعد الطويلتين المعينتين ثم فيما ذكرنا من المعينات يسن قراءتها تاما فإذا لو لاق الوقت ماذا يفعل هل يقرأ بعد الطويل أو يقرأ يعني سورة تامة غير هذا الطويل نعم مثلا لو لم يتسع الوقت متى في صبح يوم الجمعة
هل يقرأ بعلى ألف لام ميم السجدة من بدايتها أو يقرأ مثلا سورة الإخلاص أو يعني سورة الضحى أو هكذا يعني الأفضل هكذا سورة كاملة يعني يقرأ سبح اسم أو يقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى أو في الثانية الغاشية والإخلاص هكذا يقرأ هذا لنفس الليلة التي سبق ثم خلافا للفارقي قال الإمام الفارقي أن بعض الطويلة المعينة أفضل ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين ماذا يفعل قرأها ويبدل الأخرى بسورة حفظها وهنا أيضا اتباع قدر الإمكان وإن فاته الولاء ممكن حينما يقرأ المعينة الواحدة ثم هو لا يعلم السورة التي بعده على التوالي لا بس هو يتبع يفعل الاتباع قدر الطاقة ثم يقرأ أخرى وإن فاته الولاء ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الإمام هلتا فيقرأ في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام ألف لام ميم تنزيل يعني هذا رجل مسبوق سبقه إمامه بركعة ماذا يفعل فإذا وعادة هو يسمع السورة الثانية المعينة في الركعة الثانية ثم عندما يستدرك ما فاته مع إمامه من الركعة الثانية هل يقرأ في الركعة الثانية السورة المعينة في الركعة الثانية يعني هل يكرر أولا سمع هذا ثم يقرأ في الثانية أو يعني هو يقرأ ما فاته في الركعة الأولى نعم هو يقرأ ما فاته في الركعة الأولى يعني في الركعة الثانية هو يقرأ هلتا على الإنسان أو يعني هلتا كحديث الغاشية كذلك يقرأ سورة الإخلاص لا ألف لام ميم تنزيل يقرأ نعم في الركعة الثانية ماذا يقرأ؟ ألف لام ميم تنزيل يقرأ وكذلك سبح اسم يقرأ في الركعة الثانية وكذلك سورة الكافرون يقرأ في الركعة الثانية هكذا كما أفتى به الكمال الرداد رحمه الله وتبعه شيخنا في فتاواه لكن قضية كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام هل أتى يعني يقرأ في ثانيته ما هو معين في ثانيته هكذا هو مقتضى كلام شرح المنهاج لكن في فتاواه هكذا ثم وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته ممكن الإمام ترك هاتين سورتين لم يقرأ المعينتين أصلا فإذا المأموم ماذا يقرأ هو يقرأ هاتين السورتين في الركعة الثانية له الثانية ليست بقيد ثم لا يتصور في الثانية فقط نعم لماذا صورنا أنه سمع قراءة الإمام في الركعة الثانية نعم وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا ممكن هذا الرجل أدرك الإمام في ركوع الركعة الثانية يعني هو لم يسمع قراءة الإمام السورة المعينة ولا غيرها ماذا يفعل هو يقرأ هاتين السورتين يعني فيما يلي من الركعات كما ذكرنا سابقا كما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة وهلتا في ثانيته كما أفتى به شيخنا نعم يقرأ في ثانيته لا يؤخره إلى ثالثته نعم تنبيه يسن الجهر بالقراءة لغير موموم في صبح وأولي العشاءين الجهر بالقراءة يعني يبين ما هي الصلوات الجهرية ثم من يجهر فيها هذا لغير موموم غير موموم يعني الإمام والمنفرد ولو امرأة أيضا لا
لكنهم بينوا جهر المرأة عدو من جهر الرجل هكذا. ثم جهر المرأة مسنون لو لم يكن بحضرته أجنبي، يعني لو كان يسمع صوت قراءتها رجل أجنبي فلا يشرع الجهر لها، هكذا قيدوا. نعم. ثم تنبيه يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وكذلك أولي العشاءين وجمعة وفيما يقلى بين غروب الشمس وطلوعها أي صلاة كان، مثلا رجل فاتته صلاة الظهر أو العصر يقضيها بعد غروب الشمس، يعني بعد صلاة المغرب أو العشاء أو في الليل، فإذا يجهر. نعم. ثم وفي العيدين صلاتان للعيدين في النهار مع ذلك يجهر فيهما. قال شيخنا ولو قضاء. ثم ممكن هذا رجل يقضي صلاة العيد بعد الظهر يجهر. نعم. ولو قضاء والتراويح ووتر رمضان وخسوف القمر، في خسوف القمر يجهر كذلك. والاستسقاء أيضا وركعتي الطواف يجهر، لكن ركعتي الطواف يجهر فيها لو كان ليلا فقط، أما في النهار لا يجهر. نعم. ثم الاستسقاء أيضا هكذا لو كان ليلا يجهر. ثم ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه، ذكر حينما ذكر سنية لغير مأموم، ماذا حكم المأموم؟ حكم المأموم يكره له للنهي عنه. ولا يجهر مصل وغيره إن شوش على نحو نائم أو مصل فيكره، مصل أي مصل كان. ثم كذلك غير المصلي أيضا، رجل جلس في المسجد يقرأ القرآن أو يعني في حجرته جلس يقرأ القرآن وهناك رجل نائم أو يعني هناك مصل، من يدخل في قوله النحو نائم أو مصل، من يدخل في هذا النحو؟ في هذا النحو كل من يشتغل بأمر مطلوب، مثلا هو يطالع الكتب أو يدرس يعلم أو يعني يتفكر في علاء الله تعالى أو يذكر الله تعالى، كل هؤلاء داخلون. لو كان يشوش على الغير فيكره كما أفتى كما في المجموع. وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي مطلقا، يعني المصلي بحضرة المصلي مطلقا معناه سواء شوش أو لم يشوش لا يجهر. لماذا؟ لأن المسجد وقف على المصلين أي أصالة دون الوعاظ والقراء، فإذا القراءة والوعظ كلها يجري في المسجد، ومع ذلك المسجد أصالة موقوف على المصلين، لذلك يهتم بأمر المصلين، ففي حضرته لا يجهر بقرآن ولا بوعظ ولا بقراءة ولا بإرشاد ولا بتعليم ولا بذكر هكذا. ثم ويتوسط بين الجهر والإسرار في النوافل المطلقة ليلا، النوافل المطلقة يعني صلاة قيام الليل أو يعني صلاة التهجد، ماذا يفعل؟ هل يجهر أو يسر؟ وهو يتوسط بين الجهر والإسرار، هذا هو مشروع. هناك اختلاف للشراح هذا كيف يتوسط بين الجهر والإسرار، ليس هناك واسطة بين الجهر والإسرار، إما الجهر أو الإسرار، يعني لو تجاوز قدر الإسرار يكون جهرا، ثم كيف يتوسط؟ لماذا؟ هذا الإسرار يعني يقرأ قراءة يسمعها نفسه، هذا هو الإسرار، ثم لو تجاوز هذا يعتبر جهرا، ليس هناك واسطة. فإذا لأجل ذلك في تأويل هذا التوسط اختلاف، بعضهم قالوا يعني أدنى الجهر هو المراد بالتوسط، أدنى الجهر، فإذا الجهر يقسم إلى جهرين والأدنى يقال له التوسط بين الجهر والإسرار. وقال بعض من الشراح
أن التوسط معناه في بعض الليالي يجهروا وفي بعض الليالي يسروا. فإذن عندهم جهر وإسرار فقط. التوسط يعني بتقسيم الليالي عليهما. فإذن يوما يجهروا ثم يوما آخر يسروا، هكذا التوسط.